ده موديل حد بعته لي وقال لي يا باشمهندس الموديل ده مش عايز يرن. انا هعمل ايه؟ انا جاي لي موديل اهو، خلصت الموديل، اول حاجه هعملها ايه؟ هقوم دايس سيلكت سيلكت اوبجكت تايب جوين كده، علمني على كل الجوينتات اللي في الموديل. بص هنا في كام؟ 1725 جوين. وادوس ديليت. بص لو عملت بريفيرنس سيلكشن شل 4 جوينت، يبقى كان في كده 4 جوينت مش موجودين في الحياه. تمام؟ انت لما بترجع كده بترجعهم تاني ولا؟ بريفيرنس سيلكشن ده بيسلك لك على اخر حاجه سلك عليها. ده في حاجه اتمسحت هيسلك لك على اللي موجود. تمام؟ بعد كده بعمل اناليسيز تشيك موديل. من اناليسيز تشيك موديل، التشيك موديل ده مش هيتعمل وهو مرنن. هو بيتعمل والموديل مش مترنن. في مشكله لحد كده؟ الدنيا جميله اهي. تقريبا دي اول محاضره هتاخدوها في حياتكم معايا، ما فيهاش مش هتتقتلوا فيها يعني. واخر محاضره ان شاء الله. ونعمل التشيك موديل بتاعنا. هقول له اوكي هشيل التريم، ليه بقى انا بشيل التريم هنا؟ بشيل تاني اختيار من تحت. عشان انا مش عايز هو يترم لي حاجه او يجمع لي جوينتين مع بعض. عشان ممكن يجي يترم يبقى مثلا جه عم كاميرا مكمله على العمود ومعديها بشويه فيقوم مترمها. انا مش عايز اترمها وهي دريفر مثلا. تمام؟ ما تخليش هو يلعب في الموديل. ولو هتعمل التشيك ده لو خليه هو اللي يترم ويعمل الكلام ده، اعمل سيف از الموديل الاول. عشان لو ضرب يبقى عندك نسخه منه. عشان ده خدها شيء، ده واحد يعمل تشيك موديل وعلم على الترم اللي قبل الاخيره دي. فالموديل بقى ايه؟ مثلا يقوم عامل له ميرج الاثنين جوينت قريبين من بعض، يقوم عامل له ميرج ومشدد له جوينت بتاعت عمود ناحيه كاميرا، فبقى العمود مايل. وهتلاحظ حاجات غريبه بقى بتحصل. ايه؟ عملت كده خلاص؟ الف الف مبروك. بص هو طلع لي ايرور اهو. بص هنا بقى قال ايه الايرور؟ اولا معلش نعمله تاني مع بعض اناليسيز تشيك موديل. قلنا يا جماعه هي الترم دي اللي هي جزء الفيكس اللي هو ان هو اللي يعالج دي ما حدش يشغلها ولا دي ولا دي. جزء الفيكس ده ما حدش يعمله. وانا هشغلني على 1 مللي. واقول له اوكي تاني. انت مش هتعرف تشتغل في الايتابس والورنينج دي ظاهره. فانت بتاخد الكلام اللي فيها كوبي تحطه في اي حاجه بره في ملف وورد او اي نيله وتفتح الايتابس تاني تكمل وتقرا منه. تمام؟ والله ربنا موسع عليك اطبعها لو تعرف يعني. بس هو طول ما الويند دي مفتوحه انت مش هتعرف تعمل ايديت في اي حاجه في الايتابس، لازم تقفلها. اكيد انت ما عندكش ذاكره حديديه عشان تقرا ال 20 ايرور اللي فيها وتحفظهم. في مشكله عند حد؟ حد نام؟ صافي. ايه الاخبار؟ صافتي. صافتي. اي حاجه يا عم بدلعك. لا انا الرجاله بتوعي خلاص حفظتهم. هو خدتهم كنترول اكس، روح افتح اي ملف وورد. بصوا هنا قال لي ايه؟ دول كلهم كده ار تو كلوز. ممكن مؤقتا يعني بيقول ان في نقطه هنا وهنا ار تو كلوز، ممكن دول اتغاضى عنهم مؤقتا دلوقتي. انا عايز بس اشوف الاول المشكله بتاعت اللود دي. بص بيقول لي ورنينج ار لود اريا لود ترانسفير. في مشكله ان الحمل بتاع الفلور كفر ده اللي هو التوتال بتاعه 926 ده اللي هو 926 نيوتن، يعني لو انت حاطط حمل موزع وضربه في الاريا. تمام؟ الحمل بتاعه ما بيتنقلش. عند بلاطه اسمها ايه؟ اف 2. ايه الاف 2 ده؟ ده الليبل بتاع البلاطه. فبروح اعمل ايه؟ بروح اعمل سيلكت سيلكت باي ايه؟ ليبلز. يعني اعمل سيلكت باي ليبلز. في مشكله كده؟ هدوس اهو واقول له انا عايز شيل شيل ليبل. واروح اقف اقول له هات لي اف 2 اهي. واقول له سيلكت. بعد ما عملت سيلكت على اف 2 اللي هو كان ظاهر لي في الليبل بتاعها، بقول له شو سيلكتد اوبجكت اونلي. بس عشان واقف في اريا ثانيه سوري اهي. سيبك بقى في دي خلاص كده عشان ما نتلخبطش في الاثنين. دي الاف 2 اللي فيها المشكله. اقف عليها كده. دي بلاطه اس 250
نروح نشوفها هنا كده في الديفاين مالها البلاط دي فيها مشكله ايه. اس 200 وسلام 250 هلاقيها تمام. يبقى ايه المشكله؟ ثواني بقى نعمل سيلكت كده ومشغل ايه قاله شو اول. بص البلاطه دي فين؟ عامله فتحه تحت البلاطه وحط عليها بعد كده حمل. تمام. اولا البلاطه دي مليون في الميه اتعدلت. البلاطه دي اتعدلت كانت حاجه بلانك وهي عدلتها تشيل سن فهو لسه فاهمها ان هي مش ممسوكه في حاجه. تاني دي بلاطه مرسومه غلط يعني هي عامله ديفاين لبلاطه بلانك وما مديهاش شيل سن فهو لسه فاهم ان البلاطه دي بلانك هي مش هتنقل الحمل. تمام. المشكله بقى الاكبر ان هي لما جابت لي الموديل ده كانت رسمه البلاطه دي تحت اوبننج يعني رسمه بلاطه الدور بالكامل وكده رسمه بلاطه قد الاوبننج عليها حمل وكده رسمه الاوبننج فوقيها. فلو انت لو ايه مش هتعرف تجيبها السنكل بتشيك موديل فبلاطه دي كلها المفروض تتمسح هي مثلا مش موجوده. ما اعرفش منين دي الله اقول لك انا بقعد اشوف حاجات غريبه عجيبه. فعملوا بص بلاطه تحت اوبننج عملت بريفيا سيلكشن. بصوا شايفين البلاطات الظاهره فين؟ تحت الفتحه. يعني انا لو جبت بلان كده اهو وادي شلت الفتحه دي ديليت اهي. بص البلاطه عملها لي ازاي؟ البلاطه دي ما بتنقلش حمل اصلا. تخيل بقى انا اجيب منين هتصور منين ان في بلاطه بتستخبى تحت الفتحه؟ ما لازم يكون ساحر يعني. فده طبعا هتعمل ايه؟ هقوم عامل سيلكت على الاف 2 دي باي ليبل تاني اهو. انا اصلا مش عايز البلاطه دي بلاطه زياده اساسا فاقوم قايل لها ديليت. لو دوست على الفتحه دي وقلت له هايد سيلكتد اوبجكت اخفيها لي هلاقي لسه البلاطه دي اصلا ما بتنقلش حمل عليها السهم دي. فاقوم عامل ايه؟ هقوم رايح معرف بلاطه جديده اهو سلاب سيكشن واقول له اد نيو. اد نيو مش هاخد دي اعمل عليها مش هعمل دي ايديت هي غالبا دي اتعملت على ايديت حاجه بلانك اللي هي الديفولت بتاع البرنامج ده. تمام. فاقول له اد نيو واقول له سلاب هو هي مسميها ايه بس عشان ما نزودش الاسم مرتين هي مسميها سلاب فانا هسميها اس بس اس 250 شيل سن ودي 250 واشوف الموديفاير بتاعي ربع. تمام اوكي تمام اقول له اوكي كده اعمل سيلكت باي بروبرتي سلاب سيكشن. حد نام اهو سلكت على القطاع اللي هي كان معمول غلط كده هو سلك لي على كل القطاعات الاس 250 الغلط دي ويقول له اساين شيل سلاب سيكشن واديله القطاع اللي انا لسه معرفه جديد اهو. بص خلاص القطاع اللي كان مش موزع الحمل ده راح خلاص. في مشكله كده؟ حد عنده مشكله؟ والله ما تفهمش دي بتاعت ايه يعني. هو انا اعرف الديك ده اللي هو بتاع الستيل عارف انت بطل الكومبوز بتاعت الستيل دي فاللي بتبقى كورجيت شيت وعليها خرسانه هي دي الديك دي برده لو ما عملتهاش من اربع جوينتات ما بتمسكش. البلانك ده برده حاجه زيها كده طالما مش ممسوك في اربع جوينتات مش بين الحمل ولا بيتمسك بيطير فبقى مش ماسك في حاجه اصلا. بيعمل ايه بقى ما يفصلهاش؟ المهم انت عندك حاجه بلانك دي دلتها ما تشتغلش عليها. ايه؟ لا هو جايب لي اصلا هو جايب لي قال لي في مشكله في اف 2 سلكت عليها لقيت له عامل لي السهم اللي هو في اتجاه واحد ده. انت عارف لما تعمل بلاطه ديك انت بتشغلها في الجزء القوي بتاع كورجيت الكورجيت ده بقى متكسر كده فهو في الاتجاه ده ما بيشتغلش هو بيشتغل في الاتجاه الثاني فعشان كده بيبقى عامل لك اتجاه السهم ده هو اتجاه اللي بيودي عليه حمل يمين وشمال. تمام. مش بتعمل له اوتوميشن بقى انت لازم تروح تحطه عند اربعه جوينت وتقطع بلاطه بايدك. يعني هو اصلا حد بيشتغل ستيل على ريتابس عشان كده بيشتغلوا عبر الاسم ستان فانت ابعد عن السكه دي خالص. اي حاجه بلانك دي دلتها من الموديل اصلا مش هنعمل بيها حاجه. هعرف منها ازاي البلانك يا حبيبي ما كان ظاهر عليها سهم كده بالجعل العرض ايوه انت بتسرح مني ربنا يعورك. في مشكله لحد كده؟ عايزنا نعالج ازاي المشكله دي؟
حلو، نروح لشركات نشوفها يا باشمهندس بقيه المشاكل. قال لي هنا في حاجه اسمها ار تو كلوز دبليو 8 مع بي 54. دبليو دي اللي هي وول، يبقى انا عندي كده مشكله في وول 8 مع كاميرا 54، فاروح برده اعمل سيلكت باي ليبل، سيلكت بروبرتي وول، لا مش بروبرتي، سيلكت ليبل، سوري ليبل، هتلاقيها في الشيل ليبل، هتلاقي حاجه هنا اسمها وول 8، وول 8 اهي، وول 8 اهي. عشان هي شيل فعلا، يعني مش وول، مش كول سيكشن. ايوه بس وول شيل، والفريم والعمود اليمنت فريم، هو ما بيعتبرش، دي حقيقه. تمام. ايه المشكله تاني؟ كانت مع بي 54 كده، واسلك لو هو تحت على 4 شيل. تمام، هروح اعمل سيلكت تاني باي ليبل لفريم ليبل اسمه بي ايه؟ بي 54 اهو، بي 54، واعمل سيلكت. اوف ايه بس، احنا لسه عملنا حاجه، مين عمال يقفل؟ طب يلا اقفلوا براحتكم بقى، واعمل شو سيلكتد اوبجكت اونلي. بص اهو المشكله اهي، بص حد راسم الكاميرا لحد سنتر الول، مش احنا قلنا بنعملها على وش الول؟ فهي دي اللي عامله المشكله. فروح بقى اقوم ماسك الكاميرا دي وسحبها على وش الول هنا عشان يمسك في جوينت، اهو جوينت اهي. تمام، طبعا هتلاقي المشكله دي اصلا متكرره بقى في كل الادوار، فغالبا هتلاقيها عملت الدور ده او هتعمل له ريبليكيت زي ما هو. بص اهي، لازم تبقى على الجوينت دي، مش احنا قلنا الول بتترسم من السنتر بتاعها لما كنا بنعمل تو ميد بوينت هنا، فاكرين؟ اهو، فلازم انا اوصل الكاميرا على الجوينت دي، وهنا على الجوينت دي اهي، ده الخط بتاع اللي احنا عاملينه في الدي اكس اف اهو. في مشكله كده؟ اه طبعا لازم يكون على نفس الجوينت بالظبط. لا لازم يوصلوا، اقفل وانت بتعمل دي اكس اف وهو بتتلخبط، اقفل كل السناب وانت بتلقط القمر، وخلي بتاع الجيومتري بتاع العمود والجوينتات بس عشان ما يقعدش يلقط لك نيرست وبرومودوكلر ومش عارف ايه. تمام، اقفل كل السناب ما عدا الجيومتري بتاع العمود والايه والجوينت، رايح دماغك. بس لو حته كده والكاميرا حلو، لو ساعتها لازم تقطع الحيطه مع الجوينت بتاع الكاميرا دي. اه انما لو كاميرا على كاميرا هو بيعمل اوتو مش للكاميرا، مش خدت الاوتو مش بتاع الول؟ انت مش هتحركه المره اللي فاتت صح؟ فهو بيعمل اوتو مش واحد في واحد. تمام؟ انت بقى عايز تعمله للكاميرا قطعه عندها احسن، مش امسك لما تقطعه عندها في الحيطه، قطع الحيطه عند الجوينت دي. هو ممكن اوريكم دلوقتي تعمل ازاي. تمام؟ بص بقى هتلاقي هنا ايه؟ طبعا طالما حد عامل حاجه غلط هتلاقي الناحيه الثانيه اهي. طب يا باشمهندس ما هتلاقيها في كل الادوار، يبقى نشتغل الاول ستوري احسن، ونقوم معالجين دي اهي عند الجوينت دي، ودي عند الجوينت دي. هو ايه اللي جاب دي هنا؟ هو مصر. تمام، لو طلعنا فوق هو حرك دي، هو بيعمل فيها كده ليه؟ عشان نشغل لول ستوري ونظبط السناب هنا، عشان السناب هنا ضربه. سناب اوبشن جوين، شيل الارشيف اللي مش عايزها خلاص، وهات لي الانترسكشن. نورهان احنا لسه عملنا حاجه؟ صحيح احنا لسه عملنا حاجه؟ اقعدي في الحر عشان تتدربي على نوم الايام. اهو ايه؟ انت لما بتعمل اول ستوري ده اسالني تحفني. يعمل اي دور ريبليكيت، يعني تبقى عندك كذا نور. طب حد يرد عليا يا شباب والنبي.
حد اللي جنبه يرد عليه يا شباب. هو ظبط اهو يا شباب. تاني حاجه بقى، لما تيجي تعملوا فتحات محدش يعمل لي فتحه على وش الكاميرا كده. قدر فلتت منك وقعدت الكاميرا. ليه 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 تزنق نفسك في قلب الفتحه بالمنظر ده؟ صغر الفتحه شويه، انا عامل له ستوره اهو، صغر الفتحه شويه. ليه مدخلها جوه الهول ومدخلها على وش الكاميرا بالظبط؟ ما تقدرش كده يعني تزنق نفسك كده في كريتيكال زون. اعمل ايديت، ايديت شيل اكسباند شرينكج وصغرها شويه عن 150 مللي حتى. اهو صغرناها وحشه كده الفتحه. ممكن ايه؟ اه ممكن، بس ده اسرع عشان تحصل صغر لك الحواف كلهم مره واحده. والله شرحتها في المحاضره الثانيه. تمام؟ نروح نرن كده. مش هزعل. اتفضل. هي ايه دي؟ هو فاهم ايرور، ما هو شغال مش كل الايرور ده بيعمل مشاكل، يعني مش كل ارت كلوز بيعمل مشاكل. هو النظافه التعبانه ممكن تعمل دامي لاين على الحيطه لو عايز تحط حمل راس. تمام، ممكن تعمل دامي لاين على الحيطه. تمام، مفيش مشكله. بس انا هنا هو عمل فيكسيشن في الحيطه قوي هو. فاهم قصدي؟ هو مفيش حاجه مش موجوده. يعني عشان كده الامر بتاع تو ارت كلوز ده مش شرط يبقى ايرور دايما يخليك الموديل فيه مشكله. هو يعني هو اي شايف اي حاجه فوق بعض هيقول لك ان هو فوق بعض. عاملين مشاكل بقى مش عاملين؟ لا مش شرط. عشان كده قلت لك سيبه للاخر. قلت مثلا لو الموديل رن من غير ما يرن زلازل ورن في ديت ورن كل حاجه يقول لك انا شايف الامر بتاع ارض كلوز. انما الامر بتاع ان في مشكله في فلان الاحمال لازم تعالجه. تمام؟ لسه في مش موجود اف 2 برضه، مش احنا شلناها مره؟ هو في كذا اف 2 بقى، ده لا تموت بقى، ثواني كده. هو انا تقريبا عملت لما عملت كنترول زد. F2 مش موجود اصلا. طب القطاع اللي احنا سبناه ده لسه موجود ولا اتمسح؟ لا لسه موجود. ماشي، نسلك تاني كده. نسلك على القطاع ده ونديله الساين شيل سلاب سيكشن اس 250. نعمل اناليسيس ثاني كده ونعمل ديزاين. بس كده المشكله كانت بتاعت ارتو كلوز اتشالت. تمام. طالما حطيت فتحة على بلاطة يا كانت فتحت خلاص. بس ما تحطش حمل بقى على الفتحة نفسها. يعني أنت لما قلنا يا جماعة لما تيجي تحط الأحمال على البلاطات تقفل الوول عشان هي شيل إليمنت وتقفل الأوبننج عشان هي شيل إليمنت. ولما تيجي تحط الأحمال على الكاميرات وتعمل سيلكت على الموديل كله اقفل العمدان إنها فريم إليمنت برضه. ما أنت بتحط الحمل على فريم إليمنت صح؟ فأي فريم إليمنت موجود هيحط عليه. هيحط عليه أحمال مش هيحط عليه يضربه يعني. تمام. فانت ايه هتيجي تحط هتسلك على كل موديل يا يعني جماعه هتعمل سيلكت بايدك بقى على الكاميرات وهتعمل سيلكت لكل الكاميرات بس هتعمل سيلكت اول كده على الموديل يبقى تقفل لي العمدان. برضه يعني نظافه موديل. بص خلاص هو نو ورنينج، مفيش ورنينج خلاص الحمد لله. نرن الموديل، نرن الموديل، اعمل رن يبقى برين لو رن. تعالى بس اوريكم شكل الرنايه بتاعت اللي هي المانا النهائي دي بتبقى شكلها عامل ازاي. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ فكره المحاضره دي مهمه جدا.
بقوله ده مهم جدا. انت هتلاقوا في اول حياتكم كمان العادي اللي بتمشي بقى بيرن، يعني لو مود الرن منك يبقى انت دي حاجه حلوه او صدفه حصلت معاك يعني. ده شوف بقى دلوقتي حاجات غريبه في الموديل ده يعني. هو ساعات ممكن يشتغل ويظبطها، ساعات ممكن يقرا منك الموديل، مش كده انت نصيبك، ولو مش كده لو جربت تعملها. انا بعمل سيف اس للموديل بتاعي وغرف واحد تاني ضرب في 60 ده يرجع للقديم. ايه؟ بلاطه سايبه وشير هول، وقال لك حاجه رن هتلاقي بي دلتا كانت مقفوله. بصوا دي بي دلتا، بي دلتا بي دلتا كانت مقفوله اهي تمام. انا واخدها في البي دلتا عشان عارف ان هو يعني لن يتكرر ابدا. بصوا بقى هنا الماكسيمم ديفليكشن بتاعك كام؟ ادي ثلاث ارقام، 111 مليون ملي، 111 مليون ملي. عند نقطة ايه بقى؟ 60 في الاكس وواحد وستة من عشرة في الواي وسالب سبعة في الزد، يعني مالهاش أي علاقة بالوصف أصلا، دي حاجة تحت هنا كده، حاجة هنا. نعمل 3 دي كده. أه بقول لك بقى اعمل 3. بص حاجة هنا كده، يعني لو عملنا سيلكت اول بص في جوينتين، بص فين؟ طب مش احنا في الاول لسه ما دي مش جوينت، هي اليمنت صغيره، يعني دي اليمنت صغيره. لان بص لما بعمل كده خلاص بقى شيل الديفورميشن ده، اعمل كده اهو. بص اربعه جوينت تو فريم، فهو عشان مش جوينت فما مسحتش. انا بقى بزمتهم اعرف اجيب الحاجات دي منين بقى. نعمل لهم ديليت، نفك الران ونعمل لهم ديليت. لا ده هو كان ساحب الدي اكس اف، كان الدي اكس اف في اليمنت مرسوم بعيد بس هو ما دخلهوش، ما عرفوش ان هو فريم اصلا. يعني هو الرسمه بتاعت الدي اكس اف في حته بعيده كده في الكاد بس ما اتعرفتش حاجه، فعادي هيرن. يعني هو الدي اكس اف نفسه اللي مرسوم بس مش عامل اساين على اي حاجه فيه، ده عباره عن خط وهم بتاع الدي اكس اف. تمام نرن تاني. طيب كده بعد ما شلنا النقطتين دول اللي بيتكلمك عليه يا جماعه عبد ده، حد المره اللي فاتت مش عارف اقول اسمه، الاخ فياض. تمام جايب لي الرسمه عباره حته صغيره قوي كده. ليه؟ عشان هو لما سحب الدي اكس اف كان في الكاد عنده في حاجه مرسومه بعيد كده فدخلت باللاير بتاعتها، فلما بيعمل زوم بيعمل زوم على اكبر حاجه اللي هو الدي اكس اف، فطلع له بقى مبنى صغير وبتاع كبير. عشان يحلها له عملت ايه؟ خدت دي اكس اف ان شاء الله دي اكس اف فاضي ما فيهوش اي حاجه، اعمل ملف في كات كده اسمه دي اكس اف ان شاء الله فاضي، واسحبه واعمل اوفر رايت للي موجود، فيمسح اللي موجود ودخل دي اكس اف ما فيهوش حاجه اصلا، فتلاقي الزوم بتاعك ظبط. وصل كده يا عم فياض؟ بس الديفليكشن كان بقى يعني 15 مللي 20 مللي مظبوط. يعني انا قلت لك انت عملت اساين اللاير دي، هي لاير كاد اكيد مش هتعمل اورو في الموديل ده خط وهمي يعني. دي اكس اف ده خط وهمي، هو ما عملش اساين لحاجه لا طايره بعيد دي في حاجه. المشكلة كلها كانت زومنج بس. عمال بقى مبنى نقطة بقى عمال يتعوم زي رن الموديل. بصوا الديفليكشن بقى كام؟ صفر وماينس 5 مللي. يبقى كده مفيش حاجة طايرة خلاص. يبقى كده مفيش حاجة طايرة. ما كانش هيرن أبدا. نفك كده الرن ونشغل البي دلتا. كان في حاجة طايرة يعني ولا إيه؟ أنا مسحتهم دول، أنت نايم؟ انت نمت صح؟ لا 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 اعترف نمت ولا ما نمتش؟ لما تشيل قلبي نمت ولا ما نمتش؟ طب ما حلمت بايه؟ لسه هكمل تاني السؤال. انا جيت رنيت لقيت الموديل ما بيرنش. لما نشغل قلبي دلوقتي مش هيرن ليه بقى؟ لا هيرن عادي. اه تمام. هقول لك قبل يعني قبل ما امسح النقطتين دول كنت مشغل البي دلتا، رنيت لقيته قعد نص ساعة ومحملش أي حاجة من الخط الأخضر ده. بقوم دايس كانسل وقفل البي دلتا ومرني تاني. هو طبيعي موديل زي ده هيرن مثلا في خمس دقايق. فعدى 3 4 دقايق من غير ما يحمل اي حاجه خلاص بقى، لا اقفل دوس كانسل للرن واقفل بي دلتا ورن وشوف الديفليكشن بتاعك من هنا.
الريفليكشن ده جات لك عند نقطه في احداثيات معينه، روح عندها وشوف. طب اقدر انا دلوقتي انا بعمل سيلكت ما كنتش خدت بالي من النقطه الثانيه، كنت بعد ما همسح النقطه الاولانيه وصلت لها دي اللي هي ماينس 67 في الاكس و1 و6 في الواي، دي بعد ما كنت همسحها حاجه ران هيديني احداثيات النقطه ايه الثانيه، هروح امسحها واعمل ران ليه برضو الريفليكشن طالع كبير، يبقى في نقطه ثالثه. تفضل ماشي بقى لحد سكه سكه النسيان، لحد ما تنسى اصلا كنت داخل تعمل ايه في المشروع. تمام؟ تحل الجوينتات بتاعتك يوم لما تعمل رن وتلاقي الريفليكشن بقى طالع لك رقم محترم كده 5 مللي 10 مللي 15 مللي اللي هو حاجات منطقيه، ساعتها بقى تروح تفك الرن وتشغل البي تلتا وترني ثاني. اتفضل يا عبد. يعني احنا هنقفلها لحد ما نرن بس الموديل عشان نشوف ايه النقطه اللي طايره، لان لو ما قفلتهاش الموديل مش هرن اصلا. يعني انا قفلتها لحد ما عالجت مشاكلي وهشغلها دلوقتي تاني اهو. ديفاين بي دلتا اوبشن شغلتها تاني اهو وهقول له اوكي. بص هنا الاتريشن كام؟ واحد من 1000، يعني كل من واحد من 1000 مللي بيعمل تراي. تمام؟ واعمل رن تاني، رن ورن زلازل، يبقى كده الموديل ده تمام مفيهوش حاجه. رن بي دلتا طلع لي شيب اوف مود، يبقى كده الموديل ده خلاص كده زي الفل. عرفنا ازاي نعالج اخطاء الموديل ونعالج اخطاء الماضي؟ طبعا انت اول ما عالج اخطاء الموديل مش هتجيب الموديل ده اصلا.